السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكنز السابع، كنز النهاردة، كنز عظيم تفتح بيه صفحة جديدة مع ربنا وتمحي بيه كل الذنوب اللي فاتت مهما كان عددها ومهما كان قدرها. تفتح صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتمحي الصفحة الشمال بتاعتك خالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، ماله بقى يا رسول الله؟ غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد أوراق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. الله أكبر. يعني مهما كانت ذنوبك، حد يقدر يعمل ذنوب مثل زبد البحر؟ حد يقدر يعمل زبد البحر اللي هو الريم والموج اللي بيبقى على البحر على وش البحر؟ هل حد يقدر يعمل كل الذنوب دي كلها؟ حد يقدر يعمل ذنوب عدد اوراق الشجر اللي في الدنيا كلها؟ حد يقدر يعمل عدد الذنوب دي كلها؟ ده انت لو مكرس حياتك كلها بتعمل ذنوب بس ما بتعملش حاجه في حياتك انك تعمل ذنوب، مش هتقدر توصل للعدد ده كله. وان كانت مثل عدد رمل عالج، عدد الرمال في الصحاري وفي الجبال دي كلها، تقدر تعمل انت عدد السيئات دي كلها؟ ما يقدرش. طب لو عامل بقى انت كل الذنوب دي كلها، وان كانت مثل عدد ايام الدنيا كمان منذ ان خلقها الله سبحانه وتعالى، غفر الله لك كل ذلك، فتحت صفحه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى. مجرد ان قلت الذكر البسيط الجميل ده قبل ما تنام. طب خد بردك على نفس الذكر ده حديث تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر له، وإن فر من الزحف، أي فر من الجهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. وعقوبة اللي بيفر في حالة الحرب أو في حالة الجهاد في سبيل الله إنه هو راجع على طول اللي وراه يقتله، لأنه فر من الجهاد في سبيل الله. تخيل أنت لو عملت ذنب في حجم المصيبة الكبيرة دي. وعندنا الذنوب 3 أقسام، في ذنوب صغيرة، ذنوب اللمم، وذنوب الكبائر. وصفوة الكبائر دول 7 الموبقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجنبوا 7 الموبقات، منهم التولي يوم الزحف، أي الفرار في حالة خروج الجيش بالجهاد في سبيل الله، أن يجبن وفر. فلو أنت عامل ذنب كبير قوي يشابه أو بمقدار كبيرة من الكبائر تولي يوم الزحف، لو عملت إيه؟ قول الذكر ده، استغفر بالذكر الجميل ده، غفر الله لك ذنبك. وكده ملناش حجة بقى، نفتح صفحة جديدة مع ربنا نغفر بيها كل الذنوب قبل ما ننام. ومهما كان الشيطان وقعنا في ذنوب، اوعى تيأس. لو وقعت وانت ماشي تعمل ايه؟ هتقوم تغسل هدومك تاني، ولا مش تنزل من البيت؟ لا، هتغسل ذنوبك تاني، هتغسل ثوبك تاني. استغفر ونتوب ونرجع الى الله، ملناش حجة، نفتح صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى. ولو عجبك الفيديو دوس لايك، متنساش تشترك في القناة، قناة خادمة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله.